اليوم مصر تحت امرك بما فيهم السيدات. افتح باب التطوع وهتلاقينا رجاله، وهتلاقي الشعب المصري رجاله، وهتلاقي ستات مصر رجاله، ومش هنخاف ولا هنرجع ورا الا لما نحرر بلدنا من العنف والارهاب والخيانه والمؤامره والكذب والنفاق. والله لن نرجع وراك يا سيسي، هنعمل اللي انت عايزه، خد قرارك ومعاك رجاله 50 مليون من الشعب المصري العظيم. ادعو الله ان ينصرنا. نموت في داخل يا مصر. اثق اثق كل الثقه ان الذي يشاهده الان في مصر في كل انحاء الوطن سيخرج بعد صلاه الجمعه في كل ربوع وميادين مصر ليؤيد الجيش والثوره، ليؤيد الجيش والثوره، وليساند هذا الوطن في مواجهه العنف والارهاب المحتمل. اخرجوا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، لا عذر لكم مسلمين او مسيحيين، لا عذر لكم. مصر تناديكم، مصر تستشير بكم، امكم تناديكم، فكونوا في حمايتها وفي طاعتها وتحت امرها. والذي لن يخرج، الذي لن يخرج اليوم بدون عذر خائن، الذي لن يخرج اليوم بغير عذر خائن،